لا، لما لا يكون جزءها؟ خليك معايا، دليلك يفضي إلى القول بأن الوجود ليس زائدا على الماهي، طب سلمنا، ولكن كونه ليس زائدا على الماهية يستلزم أن يكون عينها، ما قد يكون غيرها ولكن جزءا منه، لما لا يكون عقليا ممكن، بس لا قائل به، هذه الحكاية كلها. لكن هو عيب في دليل أبي الحسن، لأن أنت بتقول إن الوجود عنزة وليس مغايرا، سلمنا أنه ليس مغاير، لكن أنا هقول ليس مغايرا وهو جزءها لا عينها، مفهوم؟ هذا الاعتراض الشامل للوجهين. أقرأ أنت النهاردة، مش بس الذاكرة اللي تعبانة بل العقل اللي مصدي شوية ويحتاج إلى شحذ. وقد اعترض بأن هذين الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهية، لا أنه عنها، لجواز أن يكون بعضها جزءا منها وليس كلها أو عينها، مفهوم؟ ليس زائدا على الماهية، لا أنه عينها كما تدعي، لجواز أن يكون جزءا منها، وإن لم يذهب إليه أحد، كل ما فيها إنما حدش من الأطراف أو الفصائل أو الأطياف المصرية قال به. الثالث، تحسم الأمور إن شاء الله بعد ساعات إن شاء الله، لكن هناك من يصر حتى لو، يعني حتى بعد أن يقول الشعب كلمته لن نسلم، لأن هذا باطل كده يعني. يعني الحل مش عارف ايه. الست الشيوعية التونسية قالت عند ظهور النتيجة وانهزامها تماما، هذا رأي الشعب التونسي وأنا أحمي رأسي لرأي الشعب التونسي الذي صوت لحزب النهضة. لكن في مصر لا أسمي أحدا، لكن المعارضين والمنسحبين والليبراليين والمش عارفين يقولون حتى لو، نحن نعلم أنكم ستكسبون الصناديق ولكن لن نخضع، سنبطل هذا الدستور، والله هو الذي يقضي في الأمور جل شأنه، وإحنا مطمئنين إلى قضاء الله. بيقول يا سيدي يمكن أن يعثر على الوجهين، يعني على الدليلين معا بكذا وكذا، ماشي ولا عيده؟ بس قضية الأمر أن لم يذهب، لكن عدم ذهاب أحد إليه يمنع أنه احتمال عقلي، هو احتمال عقلي وهو ضد أبي الحسن. أنا لن أقول بأنه غير الذات، بل سأقول عين الذات أو جزء منه، لما لا؟ ألم يقل الحكماء وهم عقلاء العالم بأن في الوجود الواجب عين الذات، وفي الوجود الممكن جزء الذات، آسف غير الذات ويطرأ عليها. لكن لم يوجد من قال بالجزئية، لكن عقلا ممكن. الدليل الثالث، يعني ما زلنا في الانتصار لأبي الحسن، والحقيقة أن صاحب الكتاب مع نشاطه الغريب في إبطال أذلة شيخه هو يرى هذا الرأي ويتابع الشيخ ويقول نحن نقول بأن الوجود عين الذات، فلعل لديه أدلة أخرى لم يوردها هنا. الثالث، لو كان الوجود زائدا على الماهية، يعني كما يقول به الجمهور إن الوجود لاحق على الماهية في الواجب وفي الممكن على السواء، أو جزءا منها اللي هو ده احتمال عقلي لم يقل به أحد،
زائدا على الماهية كما يقول الجمهور أو جزءا منها وهو الذي لم يقل به أحد، لكان له وجود آخر لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه. شوف مبني بقى على فكرة تتصل بالأولى وهي نفي الحال، لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه. وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود ويتسلسل. يعني الكلام هنا هو الدليل الثالث، بيقول بأن الوجود لو كان مغاير للماهية أو حتى جزء منها، فإذا هو أمر ثابت وموجود في الخارج. وتيجي القاعدة، لازم يكون الموصوف به موجود قبله حتى تلحقه هذه الصفة. تمام؟ مش هو كده بيرد على الدليل الأخير؟ يعني هو كده؟ لا، هو ما بيردش، ده بيحاول يقيم دليل ثالث وبعدين هنرد. لا، هو قال عين وقال عين الماهية لسببين، مرة وناقشناهما، الأول تقابل الوجود والعدم، والثاني حاضر، والثاني إن الأمور الخارجية لا تلحق إلا بموجود، صح؟ أو الأمور الزائدة على الماهية الصفات الثبوتية لا تقوم إلا بثابت، مش كده؟ وناقشنا كليهما. هو رد هنا قال لزم منا ان الوجود ليس زائدا عن على الماهيه، لا انه عينها لجواز ان يكون جزءا منها. جدال اعتراض ثالث. نعم. على ابو الحسن. نعم. وان كان شاملا بالدليلين السابقين معا. نعم، عندما قال او جزءا منها وهو بيرد على الدليل الاخر، هو بيردش ولا حاجه. ابو الحسن بيقيم دليل جديد وهيجي نقبله. اللي فات كان مناقشة الدليلين الأولين كل واحد منهم منفصل عن الآخر ثم كليهما معا، مشت. خلينا مع الجديد بقى. الجديد هو عبارة عن وجه ثالث، ما قال رأي وحسن لوجوه، مش كلام أبو الحسن بس وكلام من وافقه أبو الحسين البصري، وهو شخصية ضخمة جدا في أصول الفقه وفي علم الكلام. مش عارف انت شفته كتابه ولا لا، هنا موجود في المكتبة ده، جزء منه من كتاب أبي الحسين البصري، وعنوانه ايه؟ من فاكر عنوانه يا شيخ؟ جرافيك في أصول الفقه. وقد وافق أبو الحسن، فالدليلين الدليل القائم على نفس الحال والتقابل بين الوجود والعدم وأن الشيء سيلحق بنقيضه، والدليل الثاني القائم على قاعدة الصفات الثبوتية لا تقوم إلا بشيء ثابت، ولما كان الوجود صفة ثبوتية إذن سيلحق بشيء ثابت أي وجود ثلاثا، فيلزم عليه تحصيل الحاصل ويلزم التسلسل إلى آخره. ذول الدليلين اللي فاتوا واللي احنا ناقشناه، ثم اوردنا دليلا او نقضا عليهما معا. نقض ولا ايه؟ طب قولي لي هو من اي انواع الردود؟ اللي هو لقائل ان يقول، مش لا مش حكايه تخصيص الاحكام العقليه، اللي هي ايه؟ اللي هي اللي قلنا انه بيعترض على الوجهين معا، صفحه 133، هذان الوجهين إن صحا معارضة، لأنه يقيم دليل جديد على بطلان الأدلة بتاعة أبو الحسن كلها. إن طيب كلامك ماشي ولكن لا يفضي إلى ما تريد، لأنه ليس إذا صح بطل كون الوجود عين الماهية وجب أن يكون غيرها، لما لا يكون جزءا منها؟ فالدليل في شك في شنك.
ما ينفعش، لا يصلح. معنا دي حاجة جديدة. الوجه الثالث يقول: لو كان الوجود زائدا على الماهية، لسه الشيخ بيهاجم خصومه في أضعف نقاط قولهم. لو كان الوجود زائدا على الماهية أو حتى جزءا منها، وإذا كان زائد فهو مغاير وطارئ، أما إن كان جزءا منها يعني زي ما بيقول من لا يجعله عين الذات، يعني كأنما اعتبر رأي الحكماء الثاني كل الجزئية، هو مش جزئية صحيح، لكن الحكماء بيسلموا بأن الوجود عين الذات في الله تعالى، ولكن غير الذات كأنما يخالفون أبا الحسن في الممكنات، صح؟ فهو بيقول إيه اللي ما هيقولش معايا بأن الوجود عين الذات، يبقى إيه؟ هيقول بأن الوجود مغاير عنها. بس الشيخ اللي هو الشارح اللي هو مين؟ الشريف الجرجاني، زود أو جزء منه، لأنه مش بس يكون مغاير، إذا لم يكن عين الذات فعقليا كده يا إما يكون غيرها يا إما يكون جزء منها. فدي الكلمة دي من كلام الشيخ الشريف الجرجاني، لو كان زائدا، هذه كلام الأصل، أي الوجود زائدا على الماهية، واضح؟ أو جزءا منها، هكذا قال الشريف، لأن الاحتمال العقلي وارد. يبقى إيه؟ يعني عايز تقول إيه يا أبا الحسن؟ لكان له وجود آخر لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه. الأولاني قائم على نفي الحال، والثاني قائم على القاعدة العقلية الصفة الثانية، والثالث هنا بيقول إن الشيء سيقوم بنقيضه، وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود ويتسلسل، يعني ما يكونش في وجود على الإطلاق، العدم ثابت، وها نحن أولئك نعيش الوجود هنا، نلمسه ونكابده. فالدليل الذي يجعل الوجود مغايرا أو حتى جزءا يفضي إلى أن لهذا الوجود وجود سابق عليه لامتناع اتصافه بالعدم، يعني لا يمكن للعدم أن يوصف بالوجود لأنه يستلزم قلب الحقائق على طول. إذا كان المستحيل هو الممكن، والممكن هو المستحيل، والمستحيل هو الواجب، والواجب هو المستحيل، فلا عقل هناك ولا إله هناك، وشريك الباري ممكن، واضح؟ هذه معنى قلب الحقائق. يعني إذا لم يكن هناك عقل يفرق بين الواجب ما لا يدخل في العدم قط، وبين الممكن وهما يقبلهما، والمستحيل ولا ما لا يقبل الوجود أبدا أبدا، لا الآن ولا في المستقبل، كشريك الباري، هي دي الحقائق المتمايزة. قلب الحقائق يعني إن الشيء يكون نقيضه، إيه يعني إيه المال؟ الوجود هو العدم، والعدم هو الوجود، والمستحيل هو الممكن، والممكن هو المستحيل، ولا مانع هناك. كالذي يقول أنتم كيف تقولون أن الباري يعجز عن إيجاد المستحيلات بل يستطيعها؟ يما ربك يستطيع أن يخلق مماثلا له؟ وده معنى الكلام، يعني واحد يريد أن ينزه الله فيقع في الشرك لأن العقل توقف. هذه معنى قلب الحقائق، كل شيء متميز بحقيقته. الواجب سبحانه الذي لا يقبل الوجود أبدا. حاضر.
كويس وطنيين أكثر مننا، بتقول يعني إنها ذهبت وأدلت بصوتها وعادت إلى البيت، يعني تريد أن تغيظني أنك ذهبت إلى الدرس قبل أن تؤدي الأجل الواجب الوطني. انتبه على شيخ جرافيك. فبيقول إذا أنت لم تقل بأن الوجود هو عين الموجود وذاته، لازم تقول بأنه مغاير له أو أنه جزء منه، يبقى يطرأ عليه، يطرأ على كله أو يطرأ على الجزء اللي هو مصاحب. مفهوم الكلام؟ تقول حالتين، هيطرأ على نفسه معايا؟ هيطرأ على حاجة موجودة. فهل يمكن أن يوجد الموجود؟ لا بأس، فننقل إلى الوجود الثالث وتسلسل. واضح؟ فهنا هو يتشبث بفكرة التسلسل، استحالة التسلسل. لكان له وجود آخر لامتناع اتصافه بالعدم، إذ لا يقوم شيء بنقيضه الذي هو نقيضه. وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود، فيلزم التسلسل وتسلسل الوجودات إلى ما لا يتناهى. لكن في جواب على هذا الدليل أوردنا دليلا لأبي الحسن وناقشناه، وآخر ثانيا وناقشناه، وأوردنا عليهما معا اعتراضا مشتركا، والآن دليل جديد له يتشبث بالذاتية والمغايرة. نعم، لأن المغايرة لازمة في الحالتين، فيما إذا كان الوجود ليس عين الذات أو حتى جزء منه، لأن هو مغاير برضه بالنسبة للجزء الآخر. وبناء عليه يلحق الوجود بالعدم. وإذا كان الأمر كذلك وده محال أن يلحق بنقيضه، يبقى يلحق بالوجود. فلدينا وجودان، وجود ثاني. وإذا صح قيام الوجود الثاني فلما لا يقوم الثالث؟ ما دام قام الوجود بالوجود وتسلسل الأمر، صح؟ فهي قائمة على بطلان التسلسل وقائمة على المغايرة. افتكر كده، الدليل الثالث يقوم على فكرة المغايرة بين الوجود والذات الكاملة، أو الوجود وجزء الذات لبعض. في الحالتين سيقوم بنقيضه، لكن القيام بالنقيض محال، يبقى سيقوم بموجود. يبقى يقوم الوجود بالموجود ماشي، يبقى لما لا يكون يقوم الوجود بالموجود مرة ثانية، يعني وجود ثالث، ويتسلسل إلى ما لا نهاية له. هذه الدليل انقضح لديك؟ دليل أبي الحسن نمرة ثلاثة. الأولى اعتراضات، واضح عندك فكرة المغايرة مع عدم قيام الشيء بنقيضة. بيقول والجواب أي الرد على هذا الدليل الثالث أو الاعتراض عليه يكون بالمنع، وانتم عارفين المنع والمعارضة والمعارضة والنقض. المنع مجرد توقف في قبول الدليل أو جزء منه، قاعدة منه يعني ما عرفنا في الحال. والجواب المنع أي لا نسلم الملازمة، مش ضروري إنه ما كانش كده يبقى كده. أدي فالمنع هو منع للملازمة، وفي منوع ثلاثة، يتمنع المقدمة الأولى يتمنع الثانية، لكن في الدليل الشرطي تمنع الملازمة، لأن يقول إذا طلعت الشمس كان النهار موجودا، فبيدعي ملازمة. إذا أبطلت هذه الملازمة فسد الدليل، صح؟ فالمنع هنا هو منع للملازمة. والجواب المنع أي لا نسلم الملازمة. إزاي؟ إذ قد يكون الوجود من المعقولات الثانية اللي احنا قلنا عليها أمور ذهنية. معقولات ثانية يعني
تستخلص من الأشياء بالذهن وليست من الأمور الأولية من المعقولات الثواني أو الصفات الذهنية، إذ قد يكون الوجود وهو كذا فعلا من المعقولات الثانية فلا يكون موجودا بل معدوما، ولا استحالة في اتصاف الشيء بنقيضه إلا من هذا النوع. أنت فهمني؟ خلوكم معايا. الأشياء أو القاعدة اللي بتقول لا يقوم الشيء بنقيضه إنما هو في الأمور الواقعية، لكن الأمور الذهنية لا استحالة في قيام الشيء بنقيضه اشتقاقا، إنما المستحيل اتصافه به وصف مواطأة، يعني يكون المعنى واحد في الاثنين. كما مر، يعني انت بتقول انه مثلا الشيء الانسان الجاهل يوصف بالعلم، فيه منع؟ ليس هناك اي منع، تزول صفة الجهل بالتعلم وتلحق بصفة العلم. هل ده قيام الشيء بنقيضه؟ ده عبارة عن وصف يستخلصه الذهن من الحالة الثانية التي حلت بالإنسان، فليس هناك يعني قاعدة أن يقوم الشيء بنقيضه، ده في الأمور المادية المتحققة خارجا، أما الأمور الذهنية فيمكن جدا، بل المعتاد هو أن يحصل يقوم الشيء بنقيضه، يعني لم يكن في هذه في المكان اللي في الأنصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت القصواء وبركت وقالوا حلأت يعني حرنت، تعرفون كلمة حرنت؟ يعني رفضت التحرك، قالوا حلأت القصواء، قال ما حلأت وليس ذلك لها بخلق. تفهمني؟ سألوا لي أنا أعرفها كويس، ليس من أخلاقها أن تحرم أو ترفض، لكن حبسها حابس الفيل فبني المسجد ثم معدوم صار موجود. الآن للوجود مسألة ذهنية من المعقولات الثواني فيقوم بالمعدوم، ما كانش في حاجة أبدا، ثم صار مسجدا حرسه الله إلى يوم القيامة. فاهمين؟ فقاعدة إن الشيء ده هي مش قيام الشيء بالعدم، بالمعدوم، قيام الوجود بالمعدوم وليس قيام الوجود بالعدم، اللي كان معدوم بقى موجود، ولا استحالة هناك، بل هذه طبائع الأشياء، لم يكن لك ولد فتزوج ورزقك الله بالولد. فهم؟ كل الأمور اللي من هذا القبيل، ولد له ولد، بني له بيت، كله من هذا القبيل، قيام الموجود بالمعدوم. أهلا بالشيخ، إيه ده كله ده؟ ده اللحية بقت إيه؟ أنت بقى سكرتير حزب النور. حزب النور يا مولانا. بعد شوية كنت في حزب النور. ربنا يبارك فيك. أما تيجي هنا أهو. لسه بس مش هتقدر قبل ما تيجي مش عارف ايه الازهريين لا تطول لحاهم واخواننا وافره بسم الله ما شاء الله ما عندهمش مواسم كل لحى صغيره في تهذيب يا مولانا في تهذيب للحى لا انت في تغيير جديد ربنا يبارك فيك طيب ربنا يبارك فيك تجيب لنا مسمعه هنا موجوده طب قول له ما يغلقش عليها حاضر عشان نصلي مكاننا حاضر والشباك ذا كثر خيرك نظف كانوا ركنين فيه كراكيب حاضر يا مولانا في حاجة تانية؟ البتاعة دي ضرورية هنا بيشربوا منها انت بتشربوا مية هنا ولا بيعملوا ايه؟ ده لازم دي نشيلها؟ انا ما اعرفش نغير انت بص كده خلاص ورتب وما الكراسي دي تتسرد يا تؤخذ انما كده كأنه واخزن
انت تيجي كده والسبورة دي تبقى ورانا. الخشب ده والكراسي ده عشان صلاة الجمعة بيصلوها هنا، بيصلوا الجمعة هنا النساء. الجمعة فقط. نعم. طب كويس، عشان كده بتلموها. نعم. في غير يوم الجمعة تفردوها إن شاء الله بإذن الله. والسبورة إذا أقمت بهذا السبورة جنبها. ونجيب السبورة. حاضر يا سيدي. إحنا متعشمين فابن. لا أنت تتعشم. ده إحنا أولادك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. إن شاء الله كل دعاء أقول للشيخ. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. أقول للشيخ ده يصبر قليلا. ماشي. طيب نقول إيه؟ ده هو ذا المعتاد في كل الأشياء. في اتصاف الشيء بنقيضه اشتقاقا. انت لما تقول الوجود هو العدم ده قلب الحقائق. لكن لما تقول صار المعدوم موجودا، طب وهي يعني ده بالحياة. واضح الفرق بين الاثنين؟ ان تصف العدم بالوجود هو ذا قيام الشيء بنقيضه وقلب الحقائق. وسيرورة المستحيل ممكنا ومعناها وجود الشريك للباري. خذوا بالكم، إنما لما تقول صار المعدوم موجودا وقام وصف الموجود بالمعدوم بالمشتق مش بالأصل اللي هو الوجود والعدم، فذلك جائز، بل هو طبيعة الأشياء في هذا الكون، أليس كذلك؟ لم يكن هناك من فصر مسجدا وقبل اسمه جوهر سقلي ولم يكن هنا مسجد، فصار بحمد الله مسجدا. فاتصاف المشتق بنقيضه جائز، انما اللي هو مستحيل الوجود هو العدم. اتصاف مواطأة مش اتصاف وصف. صار الموجود معدوما، ده صيرورة اشتقاقية. لكن الوجود هو العدم وصف مواطأة، يعني هما كلاهما بمعنى واحد، وده قلب الحقائق والتناقض. بيقول فلا يكون موجودا في موجودا بل معدوما، ولا استحالة في أن المعدوم يصبح موجود والموجود يصبح معدوم بالموت مثلا أو الهلاك الهدم أو نحوه. إنما المستحيل اتصافه به وصف مواطأة، مواطأة يعني أن يكون كلاهما بمعنى واحد، ودي موجودة في أوائل كتاب شرح النسفية. إيه حمل المواطأة وحمل الإيه الاشتقاق. مواطأة كما مر، ممكن هنا برضو فاتت في الكتاب ده، وإن سلم أن للوجود وجودا على هذا التقدير، فقد يكون وجود الوجود نفسه مش وجود ثاني. تحقق وجود الشيء اللي هو الأولان بنأكد نفسه، شكل وجود الوجود نفسه لا زائدا عليه ولا جزءا منه. وكذا مواطأة، وكذلك نقول قدم القدم، يعني القدم بوصف الأول الأصلي وليس بقدم جديد. قدم القدم لأن ده نوع من الاشتقاق برضه، مش القدم هو الحدوث أو الحدوث هو القدم، هذه الاستحالة. قدم القدم شكل، أنا مشكل حدث قدم القدم نفسه ضمتين، وحدوث الحدوث نفسه على تقدير كون القدم والحدوث موجودين في الخارج، والحياة ما فيش حاجة زي كده، بل هو استمرار وجود الشيء في الماضي بما لا أول له. واضح يا سادة؟ لا وجودات ولا حاجة، هو وجود واحد بس ماضي في الأزل، يعني لا أول له، أو ماضي في الأبد لا آخر له. والحدوث موجودين في الخارج، وكذلك أمثاله
أي أمثال ما ذكر من إيه؟ من الوصف الاشتقاقي المعدوم صار موجودا، أو الموجود للأسف صار معدوما وفقدنا. إنما الوجود هو العدم. دل بش جاي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر. لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.